تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سمعنا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما تعودنا فقراتنا تتنوع، وأول فقرة عنا فقرة السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها، وتليها الفقرة التوعوية. نبتدي فقرة السوشيال ميديا مع زميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. صباحك نور وسرور. الله يحفظكم. ما شاء الله هالأسبوع حافل بما أنه أسبوع الصحة العربي. نعم. معرض الصحة، معرض مؤتمر الصحة العربي، نحن موجودين في الفعالية، وكذلك اليوم عندنا أكثر من شراكة واتفاقية راح يتم وضعها كلها في قنوات التواصل الاجتماعي بالأخص في الستوري. الصبح كان بيننا وبين جمعية إدارة المستشفيات العالمية، كان بيننا وبينهم مذكرة تفاهم، اتفاقية شراكة، والحين موجودين نحن لإطلاق رواد الدفعة الثالثة. البرنامج هذا يعني برنامج قيادي للعاملين من الأطباء والمسؤولين عندنا في هيئة الصحة، قيادة الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث. أيضا اليوم راح يتم إطلاق أحد الخدمات. نعم. وحاطين السؤال في قنوات التواصل الاجتماعي على تويتر، يقول ما هي الخدمة التي ستطلقها صحة دبي اليوم؟ هل هي تطبيق الهيئة أو خدمة البشرة؟ وبعرفون تفاصيلها إن شاء الله خلال اليوم إن شاء الله. أيضا من ضمن الأشياء نحن نبغى نشجع الجميع على المشاركة في مسح نور دبي للعيون، لأن مشاركتهم في هذا المسح راح مو بس يعني يساعدهم، يساعد كل شخص عايش على إمارة في إمارة دبي. فيعني نتمنى ذو أي شخص بفرات المكالمة من مركز دبي الإحصاء أن يتعاون، ويعني لأن صدقهم بيكون جزء من استراتيجية صحة العيون على كل الإمارة. ممتاز. فمشاركتهم جدا مهمة. ممتاز. أيضا من ضمن الأشياء نأكد عليها هي خدمة طبيب لكل مواطن، ونحن نتمنى أن الكل يستفيد منها، وراح توفر عليهم زيارة المركز الصحي والمستشفيات للحالات الغير الطارئة. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول إن أردت أن تكون لديك الكثير من الإنجازات فعليك قبل ذلك أن تكون لديك الرغبة لذلك والإصرار الحصول عليه. الرغبة هي جدا مهمة دكتورة، يعني وايد أشخاص، لأن مثلا أبوي يبغيني أكون شيء، أهلي يبوني أكون شيء، بس يعني أنت بالضبط أنت شو تبغى؟ يعني أتمنى الناس ما تعيش نفس التجربة مثلا عقب 5 سنوات عرفت أنا شو أبغى. فنتمنى حتى من أولياء الأمور أن يكونوا مع عيالهم يشجعونهم على اتخاذ قرارات تتناسب مع رغباتهم، يعني ما يتمون كل هالسنة، يعني اتخرجت من جامعة قبت الجامعة قبت تخصص غيرت تخصص، فيعني خذ مني يعني هالوقت اللي أنا ضيعته بس أسب أنا عارفة إن شاء الله. فنتمنى من أولياء الأمور أن يعني يعرفون عيالهم شو الرغبة اللي يبونها، لأن لما تكون الرغبة تتناسب مع التخصص تتناسب مع الاحتياجات أكيد حياته كلها راح تكون سعيدة. حلو واحد يشتغل في الشيء اللي هو يحب يسويه. وسبحان الله أسمى الرغبة يعني مثل قوة جذب كبيرة للشيء، يعني إذا رغبتي في هالشيء ويعني سبحان الله أبذل كل اللي يعني حتى التعب ما أحس فيه عشان أوصل لهالشيء.
دكتورة أنه هو ينبع من حب الإنسان. صحيح. يعني أنت لما تحب شيء الحب مو بس علاقات صحيح. اجتماعية، يعني أنا لما أحب الشيء اللي قاعدة أسويه راح أعطيك بدون ما أحس، يعني صح. بعطيك ما بيس أطالع الساعة كل شوية، صحيح. بحس أني أنا سعيدة، ونسبة الضغط والتوتر في المستقبل راح تكون وايد مختلفة عن لما الواحد يسوي شيء ما يحبه. يعني تخيل ربع ساعات 7-8 ساعات، وإذا كان في بعض يعني المهام المفروض واحد يسويها بعد الدوام، وكل هذا واحد يسوي شيء وما يحبه. أكيد. فدائما نشجع أولياء الأمور، نشجع الجميع أن أعرف أنت بالضبط أنت شو تبغى، أعرف نفسك عشان تحقق إنجازاتك وأنت سعيد. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي وصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرة السوشيال ميديا لليوم. ننتقل لفقرتنا التوعوية. موضوعنا اليوم فقرة توعوية جدا مهم. طبعا كل ما يطلع أسلوب أو من ناحية أنظمة غذائية جديدة، نلاحظ أن نحاول نعرف هذا النظام الغذائي، نسمع هذا كيف استفاد منه، هذا كيف استفاد منه، بس لازم نحط في بالنا شيء واحد، النظام الغذائي كيف ماشي، ماشي بطريقة صحية ولا لا. وكذلك الأجسام تختلف من جسم الآخر، يمكن يفيد شخص وما يفيد شخص ثاني. بنتكلم أكثر وأكثر عن هذه عن هالموضوع مع موضوعنا اليوم في فقرتنا التوعوية اللي مضمون الحميات الغذائية الشائعة، هل هي صحيحة أم خاطئة؟ ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عبير عبد الله. صباحك الله بالخير أستاذة عبير. صباح الخير. صباحك الله بالخير. الله يخليك. اليوم الموضوع جدا شيق صراحة، لأن دائما سالفة هذا النظام الغذائي صح، تشوفي كيف نزل هذا كيف ينزل، ومرات الواحد يجرب يعني يبتدي يطبقه بس ما يلاحظ أي فائدة منه، فحابين نتحدث أكثر يعني، خاصة أن صحيح. الموضوع اللي اليوم بتتطرقين له صراحة شائع يعني بشكل كبير، خاصة أنه دائما مثلا مع تزايد نسبة الوزن الزايد بتلاقي فيه دائما مثل موضة، كل فترة بتطلع حمية غذائية جديدة، هاي الحمية هيك، هاي الحمية هيك، كتير منها مثلا خاصة بأول فترة بينزل وزن كتير، فبتصير الناس يعني تتبعها بزيادة. بس لازم دائما ناخد بعين الاعتبار أنه هاي الحمية صحية، ما بدنا يكون نحن إلها مخاطر صحية، يعني ننزل وزن 10 كيلو لنقول وبعدين يصير عندنا مشاكل صحية تانية. فدائما بده يكون الحمية متوازنة، يعني فيها توازن، ما تكون يعني في عنا كثير أنواع، مثلا في أحيان بيجيك حمية بتعتمد على نوع أكل واحد، الجسم بالعادة بيحتاج لغذاء متوازن من كل المجموعات الغذائية، فأنت بس تعتمدي على مجموعة واحدة مستحيل يعني يكون أنت عم يحصل جسمك على الكميات الكافية من الفيتامينات والمعادن. صحيح. فبأغلب الحالات بتلاقي اللي بيتبعوا هيك حميات بيصير فقر دم، بيصير نقص فيتامينات، بيصير في عندهم نقص معادن، فهي بتؤدي لمشاكل صحية كتير. أحيانا في كتير حميات بتكون كتير صعبة، فالاستمرارية عليها شبه مستحيلة، فتلاقي المريض نزل شوي بعدين رجع للعادات اللي قبل وبيزيد يمكن أكثر من قبل ما بلش الحمية. فنحن بنكون عم نفكر على المدى البعيد أكثر ما أنه المدى القصير، ومنتبعها موضة، هي مش موضة، هي بالنهاية بده يكون نظام غذائي متوازن يعتمد على أنه تقليل السعرات والنمط الحياة الصحي، الرياضة. هو مش شيء سهل، مش سحر أنه ننسى الوزن، بدها شوية إرادة، بدها شوية تعب عشان نقدر نحافظ عليها. مثلا عندنا كتير أضرار لهاي الحميات الشائعة، مرات بتكون مثلا حمية بتعتمد على كميات كبيرة من البروتين، بتأدي لزيادة الضغط على الكلى، بتأدي أحيانا لزيادة اليوريك أسيد أو الحمض اليوري بالدم، فدايما بيكون لها تأثيرات. في حتى أحيانا بيجينا مرضى بيلجأوا للأدوية، منها بتكون مدرة للبول، منها بتكون مسهلة، يعني لسه اللي بتعمل إسهال يعني ضررها أخف، بس هاي مش أشياء فينا نستمر عليها مدى الحياة. وخاصة الأدوية، الأدوية مش شيء بنروح نشتريه كموضة ونتبعه، لازم هي عن طريق دكاترة، لأنه كتير أوقات بتأثر على القلب وضغط الدم، فبتلاقي كتير مرضى بتصير عندهم مشاكل صحية بسبب أنه راح لحاله اشترى دواء وأخده عشان ما يتبع نظام غذائي. في حميات كتير، حميات الأعشاب، كتير ناس بيلجأوا للعطارة، بتعبين لهم أشياء مدرة للبول، بيصير عندهم جفاف، بيصير عندهم مشاكل صحية كتيرة، في ناس على فصائل الدم، دايما في ناس تبعت تعمل أشياء تجارية فبيطلع بحمية جديدة والناس تبع
تبعها. فنحن إذا مش شيء مثبت علميا على طريق الأخصائيين يستحسن نبتعد عنه عشان نحاول نحافظ على صحتنا، مش بس الوزن. صحيح. صحتنا ما بتتألف من وزن بس، في فقر دم بيصير، في فيتامينات ثانية تتأثر، حتى أيوه. طاقة الواحد، حتى مزاجي يتغير. فعلا مزاجه بيتغير، والحمية الصعبة مثلا، في ناس بيحملوا حمية عصير الفلاني، هاي شيء مستحيل تستمر عليه. يعني نحن بشر وعندنا احتياجات، فما إنه فايدة أنزل كيلوين وأرجع أطلع أربعة بعدين. صحيح. وكذلك أستاذ عبير، بالنسبة في مجموعة ناس يمكن تقول لك لا ما بقى، يعني من أي حد يذكر لي طاري الحمية يعني كأنه حرمان، فأنا أستخدم هذه المكملات، أستخدم هالأدوية أو هالأشياء أساس لأن ما بنحرم، ما بحس بالجوع طول الوقت، أو بلجأ الأشياء ثانية أساس ما أحس، يعني أكل اللي أنا أباه وأكل في الوقت اللي أنا أباه والكمية اللي أنا أباها. بس مثل ما قلنا هاي إلها أضرار، ما تأثيرات صحية. نحن ما فينا نأخذ أي دواء، أي دواء بسيط أكيد له تأثيرات صحية. فكيف هاي الأدوية اللي بتزيد الحرق بتأثر دائما بأكثر الحالات على الضغط والعضلة القلب، فمش لعبة يعني الواحد ياخدها. والنظام الغذائي الصحي بينزل، بس هي نعتمد على نوعية الأكل أكثر. الكميات مش معناها نجوع، بس هو شوي بده صبر. صحيح. يعني ما يتوقع الواحد انه ينزل 10 كيلو باسبوع. هاي التارجتس مش عقلانيه او مش منطقيه، هي اللي بتخلينا بصير عندهم احباط. صحيح. اللي بيحاول ينزل وزنه بيكون بده ينزل 10 كيلو بيومين، هذا الشيء ما فينا نحصل عليه. صحيح. هو بده طاقه واراده وصبر واستمراريه. عشان هيك الغذاء المتوازن بكميات معقوله، بس نوعيات تكون مش الاكل الجانك او الفاست فود او المقلي او في دهون وسكريات كتير، مع رياضه تقدر تستمر عليه، خاصه انه ما فيه حرمان كتير، بس بدنا يكون عندنا صبر انه ننزل شوي شوي. هو دائما النزول شوي شوي بتحافظ عليه أكثر بكتير من أن ننزل 5 كيلو مرة واحدة ونرجع نطلعهم مرة واحدة. ممتاز، داهمنا الوقت أستاذ عبير، وللموضوع جدا شيق، ونقاط اللي طرحتيها كذلك جدا مهمة صراحة، خاصة في الحميات الغذائية. شكرا أستاذ عبير عبد الله، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. مستمعينا، هاي كانت فقرتنا التوعوية بخصوص الحميات الغذائية الشائعة، هل هي صحيحة أم خاطئة، وطرقنا لأشياء معينة تخص هذه الحميات، وكيف الحمية المتوازنة تفيد أكثر حتى بطريقتها ولفترات يعني مستقبلية أكثر. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. فقرتنا الحين بنتكلم عن مشاركة الهيئة بمعرض الصحة العربي والتطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي. تستعرض هيئة الصحة بدبي ضمن مشاركتها بمعرض الصحة العربي المنعقد حاليا بمركز دبي التجاري العالمي عددا من تطبيقاتها الذكية، والهادفة إلى تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمة بكل سهولة ويسر على مدار الساعة. وللحديث عن هذه التطبيقات ومنها التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي والخدمات اللي يتضمنها هذا التطبيق، يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ وليد ظهوري، رئيس قسم التطبيقات الذكية بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذ وليد. صباحك الله بالخير أستاذ وليد. صباحك الله بالنور أستاذ. حياك الله ويانا في البرنامج. تفضل. أستاذ وليد، حابين ناخذ فكرة عامة عن التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي. طبعا تطبيق هيئة الصحة بدبي هو عبارة عن بوابة دخول موحدة أغلب خدمات الهيئة لدينا. نعم. زين، تم إطلاقه في 2018 بصاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بجايتك. نعم. الهدف منه أن يكون أغلب خدمات الهيئة موجودة فيه. تطبيق متوفر في الأبل والأندرويد باللغتين العربية والإنجليزية بعد. نعم. طبعا في كثير من الخدمات التطبيق نفسه، سواء كانت خدمات المرضى اللي هي مواعيد، وصفات الطبية، نتائج تحليل المختبر، وبعض باقيين في إضافة أفراد الأسرة، إذا في شخص عند الطفل في البيت ولا كبير بالسن. ممتاز. عم يتابع مواعيدهم، أدويتهم، بعد نتائج تحليل المختبر نفس الشيء يقدر يضيفهم في الملف عنده. ممتاز.
زين عندنا مبادرة طبيب لكل مواطن بعد ما يقدر ياخذ موعد من مركز الاتصال. نعم. بعدها من خلال التطبيق يجري المحادثة عن طريق الفيديو مع الطبيب نفسه للحالات الغير طارئة طبعا. ممتاز. زين طبعا حسب تبسيط عملية الزيارة بدون ما يزور المركز يقرأ موعده ولا شيء يشوفه. أكيد. وفي أي وقت يعني على راحة الواحد يكون في أي وقت في أي مكان يقدر يستشير طبيبه كذلك. طبعا. وعندنا نحن براعم. براعم هو الفحص التطور النمائي. نعم. للأطفال أساس أنه من أول ما يولد الطفل شو الأعراض اللي عليه، هل في خطر يكون عند أعراض لا سمح الله في مشكلة في التطور النمائي. نعم. فالطبيب ينصح فرد الأسرة كيف التعامل مع الحالة هذه، في زور طبيب الهيئة ويراجع الملف نفسه. نعم. لأن أول ما يعبي البيانات يعد من هيئة الصحة. وعندنا نحن التبرع بالدم، خدمات دمي. التبرع بالدم. نعم. تعبئة الاستمارة الذكية، التسجيل كمتبرع للهيئة، وبعد كذلك مراكز تبرع في الهيئة. نعم. وبعد دليل التبرع يعني كإرشادي كيف الشخص المتبرع شو لازم يسوي قبل وبعد التبرع. نعم. وعندنا نحن نتائج فحص اللياقة الطبية وبعد البحث عن طبيب عن مهني في دبي ومنشأة صحية سواء كان قطاع الحكومي والقطاع الخاص. ممتاز. وفي أخبار الهيئة بالإضافة للمحادثة المباشرة مع الهيئة، هذا غير عن طبيب المواطن. إذا في حد عنده اقتراح ولا شكوى حاب يتواصل مركز الاتصال عندنا بخصوص أي موضوع يقدر عطري المحادثة المباشرة. نعم. عندنا الاقتراحات والشكاوي وبعد يقدر يشوف الأسئلة الأكثر شيوعا وحاب يستفسر عن موضوع هل يعني تم الإجابة عليه مسبقا ولا لا. وطبعا مواقع منشآت الهيئة بشكل عام. ممتاز. منشآت الهيئة سواء كانت مراكز تخصصية، مستشفيات، مراكز الرعاية الأولية. وبشكل عام هذا هو التطبيق اللي عندنا نحن، وعبارة عن بوابة دخول سهلة وصول الخدمات الهيئة وبسطة بناء على طريقة التعامل. يوم صورنا برنامج هذا شفنا شو أسهل صورة وأبسط صورة للمتعامل فيها يقدر يحصل فيها الخدمات بناء عليها تم تطوير التطبيق هذا طبعا. ممتاز. أستاذ وليد، حابين نتعرف أكثر عن مميزات هذا التطبيق. طبعا مثل ما قلنا نحن التطبيق اللي فيه تقدرين تتصلين من طريق البصمة ولا بصمة الوجه. مستخدم واحد لكل الخدمات. ممتاز. أكثر عن مستخدم، أكثر عن تطبيق. طبعا مثل ما قلنا متوفر باللغتين العربية والإنجليزية، وموجود بعد كذلك على الأندرويد والأبل ستور. أستاذ وليد، قبل ما يعني يعلن عن هذا التطبيق الرسمي لهيئة الصحة في دبي، كانت التطبيقات أكثر عن تطبيق، يعني في تطبيقات كثيرة كانت تندرج يعني بدال ما يكون تطبيق واحد، فشو أهمية أن درجتوها كلها تحت تطبيق واحد؟ طبعا مثل ما قلنا عملية التحميل الشخص لازم يعرف كل تطبيق شو الخدمة لكل تطبيق، وبعد اليوزر نيم اسم المستخدم والباسورد لازم يتذكرهم لكل خدمه كان قبل طبقا. صحيح. الهدف طبعا مثل ما قلنا وكان صعوبات تواجه المستخدمين نفسه من ناحيه الاعباء الماليه بعد على الهيئه على اداره التطبيقات هذه. وبعد بالنسبه لتوجهات الحكومه يكون اغلبيه الخدمات ببوابه واحده لسهوله الاستخدام. صحيح. الشخص لو يبغى خدمات من هيئه الصحه بدبي ما له داعي ينزل تطبيقات كثيرة وايد، قلت التطبيقات أكثر عن قبل بناء على الاستراتيجية اللي حطيناها لك. صحيح. وحين أسهل بس خلاص تصميم تطبيق الهيئة الحين حطني أغلب الخدمات اللي أنت تحتاجينها. ممتاز. ويكون أسهل نفس ما ذكرت، يعني الواحد ما بيتذكر كل واحد اليوزر نيم أو الرقم السري للبرنامج نفسه وكذا برنامج، فصعوبة الواحد يتذكر لكل برنامج رقم السري. طبعا هي استخدمنا هل طورنا التطبيق هذا كان باستخدام بناء على أحدث التقنيات وبناء على تجربة المتعامل نفسه أساس أن نتأكد أن التجربة سهلها سهل المتعامل. ممتاز. بعد نحن نسمع ملاحظات المتعاملين سواء كانت على البوابات الإلكترونية خلال التطبيق، وبالعكس نحن هالتطبيق يعني لخدمة الجمهور، وبعد نطمح أن نخدم الجمهور بأكبر صورة لسه أكثر إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق أكثر وأكثر. أستاذ وليد، حابين نتحدث أكثر عن الجهود اللي تقوم بها الهيئة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة المتعاملين بشكل عام. طبعا الهيئة عندها مبادرات كثيرة بالنسبة للتكنولوجيا سواء كان الذكاء الاصطناعي بالنسبة للعمليات الداخلية
عندنا نحن أحدث التقنيات من ناحية مو بشرط التقنيات اللي هي تكون المفاهيم بعد هي تستخدم أحدث المفاهيم لتطوير الخدمات. زين وبناء عليه هي تشتغل على منظومات كثيرة، منظومات سبع نجوم، يعني هاي منظومات كلها تطور الخدمات بشكل ذاتي، يعني بناء على ملاحظات الجمهور الخدمة تتطور زيادة. ممتاز. هاي الحين أحدث المفاهيم المستخدمة مثل ما قلنا تقنية الذكاء الاصطناعي ولا كان يسمونه RPA Robotic Process Automation. أحدث التقنيات من ناحية الربط بين الجهات الحكومية وتوفير تجربة سلسة بدل ما يراجعك عن دائرة حكومية إذا فيك خدمات مترابطة. التقنيات من أحدث التقنيات بعد من ناحية أتمتة العمليات الداخلية في أكثر كثير، يعني الهيئة تستخدم أكثر التقنيات بشكل عام. نعم. تطوير خدماته بناء على شو؟ تجربة متعاملة مثل ما قلنا، أحدث نحسن التجربة نفسها وتكون من ناحية بعد آمنة، يعني ننظر المنظور هذا ما ننظر بس من ناحية أن توفير خدمة بشكل سلس بعد بشكل آمن بعد. صحيح. هذا من خدماتنا نحن وبس. بعد الرد حب الموه على المعلومة هاي العيدة في كل نقطة لازم المتعاملين عندنا نحن يحطون بياناتهم. نعم صح، هاي نقطة جدا على ملف مهمة. الدخول على الملف الطبي لازم يكون عن طريق الهاتف المحمول المرتبط بالملف. فشخص إذا رقم الهاتف المحمول مش نفسه هو اللي على ملف طبي صعب على الشخص أن يطلب ملفه، لأن هذا الشيء نضمن سرية وأمن المعلومات اللي عندنا نحن لمرضى الهيئة. صحيح، وخاصة للمريض نفسه يعني هذه تعتبر يعني شيء مهم أن سرية المرضى يعني نتبعها بطريقة مهمة، خاصة أن معلومات الطبية معلومات كثيرة تكون موجودة في ملف الطبي. يعني هاي نقطة جدا مهمة أستاذ وليد أنك طرحتها بخصوص تحديث البيانات للشخص نفسه، يعني يحدث بيانات الهاتف اللي يستخدمه، لأن كل فترة والثانية سبحان الله الواحد يبدل رقم تليفونه أو يبدل حتى إيميله، فيفضل أن يحدثه أول بأول. أستاذ وليد، كلمة أخيرة توجهها المستمعين خلال البرنامج. طبعا نحن مشاركين الحين في معرض صحة العرب. نعم. في المركز التجاري، أتمنى من مستمعينا اليوم يزورونا على المنصة الهيئة يشوفون أحدث التقنيات المستخدمة في الصحة بدبي وحدة الخدمات. وحاب أشكر الجمهور على ملاحظاتهم وشكرا لك دكتور عاش على الاستضافة. شكرا شكرا أستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات الذكية بهيئة الصحة بدبي، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص مشاركة الهيئة بمعرض الصحة العربي التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي. عندنا سؤالي بخصوص استعمال حبوب وفيتامين دال، هل مفيد وصحيح أم لا؟ شكرا. منبوب ورعي. بالنسبة لفيتامين دال، إذا كان الشخص عنده نقص في فيتامين دال فيفضل يستخدم العلاجات سواء كانت حبوب أو سواء كانت حقن، بس يستخدم العلاجات المكملة اللي هو فيتامين دال أساس يرتفع، لأنه بيلاحظ الفرق الكبير في الأعراض اللي تصيبه من آلام في الجسم، من آلام حتى في العضلات نفسها، من الشعور بالتعب، وبيلاحظ الفرق. ويفضل الشخص بعد ما يكمل يعني مثل ما نقول نظام العلاجي له يوصل فيتامين دال للحد الطبيعي، يبتدي يركز على أن ما ينزل فيتامين دال عن الحد الطبيعي، بشو؟ بأن نستخدم المكملات نفس الشيء، يكون الفيتامين دال بجرعات معينة يومية يحتاجها الشخص في كل يوم، أساس ما يرجع ينزل فيتامين دال لمستوى أو يحس الشخص بالنقص مرة ثانية عقب فترة. في ناس وايدة تستخدم فيتامين دال أول ما يكون طبيعي أنت خلاص توقفه، يعني ما تركز حتى في أكلها ولا تركز أنها تطلع في الشمس، عساس الجسم كذلك يعني عنده مخزون معين من فيتامين دال، مع الوقت خلاص يتناقص المخزون لأن الجسم يستخدمه. فنركز من هذه الناحية، أول شيء ناخذ إذا كان عندي نقص في فيتامين دال أخذ العلاج المناسب، بعد ما أخذ العلاج المناسب استمر فترة أخذ الـ يعني المكملات اللي أحتاجها من فيتامين دال للجرعة اليومية اللي أنا أحتاجها، خاصة إذا أنا غذائي أنا عارفة أني أنا مو ملتزمة التزام
التزام كامل بغذاء صحي وأني أنا ما أتعرض للشمس أو حتى لو أتعرض للشمس أكون متغطي بالكامل، يعني أشعة الشمس ما توصل لجسمي. وهذا هو كانت هذه كانت إجابتنا لسؤال بوب وراعي. نشكرك للسؤال بوب وراعي. طالعين فاصل مستمعين وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي للأعوام من 2016 إلى 2017 ميلادي. أطلقت هيئة الصحة بدبي مؤخرا النسخة الثالثة لتقرير الحسابات الصحية في إمارة دبي للأعوام المالية من 2016 إلى 2017 حصد، الذي يعد المقياس الرسمي للأبعاد المالية لنظام الرعاية الصحية في دبي، إلى جانب كونه رصدا للتغيرات اللي تشهدها عملية توزيع الموارد المالية داخل القطاع الصحي سواء الحكومي والخاص. وللحديث عن هذا الموضوع يسر ما يكون ويانا اليوم عبر الهاتف سعادة الأستاذ صالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي. صبحك الله بالخير أستاذ صالح. صبحكم بالنور والسرور. أستاذ صالح، حابين نتحدث أكثر وناخذ فكرة عامة عن هذا التقرير وأبرز النتائج اللي يتضمنها. والله شوفي أختي، أولا شكرا على هالبرنامج. نعم. النظام نظام حسابات الصحية اللي هو حف إحنا نسميه Health Accounts of Dubai، يقدم حساب واقعي على التدفقات المالية والنفقات الصحية من قبل الحكومة، من قبل القطاع الخاص بالتأمين، ومن قبل تلقائية الدفع الناس اللي يدفعونها منهم هم يعني. نعم. والتقرير يستند على بيانات يتم جمعها من أكثر من جهة. عندك انت وزارة الصحة وهيئة الصحة وشركات التأمين والمستشفيات، من نسوي الهاوس هولد سيرفي اللي هو الإحصاء للأشخاص اللي ينفقون من جيوبهم، فياخذ جهود جبارة جدا. صحيح. ليه؟ حابين نتحدث أكثر بعد عن أبرز النتائج اللي يتضمنها. يعني أنا بعطيك ملخص بسيط يعني يشرحه. نعم. هو شوفي، يعني لو تشوفين إمارة دبي فقط. نعم. أصلاً هذا الحسابات الصحية العادة تنشر على مستوى الدولة وتكون يعني من ضمن World Health Organization، يعني متطلبات الناشنال هيلث أكاونتس. إحنا نسويها على مستوى إمارة دبي. ويساعدنا في إعادة دراسة سياسات قوانين موجودة. يعني بس أعطيك فكرة. نعم. قبل 5 سنوات تقريبا كان 600,000 واحد مؤمن عنده تأمين صحي في إمارة دبي، اليوم فوق 4.7 مليون شخص مؤمن. العدد يعني أقول لك عدد الكليمات أو المطالبات كبير. 2013 كان تقريبا 2.5 مليار درهم. نعم ما شاء الله المبلغ كبير. هي. كذلك هي. في 2019 زاد ل 17 مليار اللي مر على بوابة المؤسسة. نعم. مؤسسة دبي للضمان الصحي. فهالكم الهائل والتغيير والتدفقات وحساب التضخم في القطاع الصحي يحتاج ان احنا ندرسه نتبعه ونطور ونبلور السياسات وياه عشان ما تصير يعني مثلا طفرة غير مش بإمكاننا ان نتحكم بها. صحيح. 90,000 مطالبة في اليوم ما شاء الله. إيه كل ما رحنا. صحيح. وهذه كلها طبعا تعتمد على الحسابات كذلك والحسابات الصحية. نعم. فحابين نتحدث أكثر عن أهمية هذه الحسابات الصحية ودورها في تعزيز قدرة النظام الصحي. ومثل ما قلت لك، تتبع الحسابات هذه يمكننا أن نراجع سياساتنا وقوانيننا، أن وأهم شيء نسويه أن نتبع التضخم
ونطلع بشيء أو قوانين أو سياسات فيها استدامة. نعم. ما تبين تغطية تأمينية يعني تطلع الطفرة أن تكون يكون يغلي الغلاء المعيشي. صحيح. الدولة لازم يكون شيء برنامج مستدام. صحيح ويستمر الفترات طويلة. إيه. صحيح. نعم. كذلك حابين نعم. نعم. حابين نتحدث عن التطور اللي شهدته مظلة التأمين الصحي بدبي من حيث عدد المشمولين بها ونسبة الانتفاع منها كذلك. تقريبا فوق 5 مليون بوليصة في إمارة دبي، 4.7 مليون شخص مأمن اللي هم المقيمين والمواطنين في إمارة دبي واللي يعملون في إمارة دبي أو ساكنين يعني يخلطون في إمارات ثانية. فبلغ سلام حفظ الله بلغ عدد المطالبات عن طريق المنظومة 17 مليار درهم في 2019. مثل ما قلت لك بمعدل 90 ألف مطالبة تمر على البوابة الإلكترونية الموحدة في المؤسسة يوميا بما فيهم آخر الأسبوع يعني 7 أيام في الأسبوع. ما شاء الله يعني يوميا يعني الاعداد يعني تكون تتزايد يوم بعد يوم تقريبا. ايه ومنها هذه يسمونها جراحات. نعم. وايضا زيارات للعيادات الخارجيه. للعيادات الخارجيه. ومثل ما احنا يعني قاعدين نتطور التركيز دائما راح يكون اليوم على الكشف المبكر التشخيص زائد راح نبلور البرامج في السنوات الجاية يعني القادمة إن تتماشى مع الكثافة السكانية يعني عندك كبار المواطنين أو كبار السن. نعم. راح يزيدون فمتطلباتهم بتكون غير عن متطلبات اليوم. التشخيص المبكر يساعدنا في تفادي أوبئة أو أمراض قد تأتي فيما بعد في عمر الإنسان. صحيح. ويعني أهم شيء يعني دورنا كمؤسسة نحن بعد غير الرقابة أن نكون يعني متحركين يعني في مجال الوعي عن كيفية استخدام التأمين لمصلحة المريض. صحيح وهذا له دور كبير كذلك. هي مش بطاقة تأمين بطاقة ائتمان. هي صحيح. موجودة برامج التأمين موجودة للحالات للتشخيص المبكر للعلاج الملزم يعني فهاي كلها من أدوار والدراسات الاقتصادية مثل دراسة حفظ مثلا ننشرها هذه بعد تعطي دافع للقطاعات تدخل من جراء تعرفين يعني من مخرجات الدراسة هاي المستشفيات تعرف أنها تركز الاستثمار في أي مجال في الصحة. صحيح. تنسحب من أي مجال لأن فيه يسمونه وفرة. صحيح. وهذا مجرد. نعم. صحيح. أستاذ صالح حابين نتعرف كذلك على عدد شركات التأمين المعتمدة بدبي. 49 شركة تأمين. ما شاء الله. إيه وفي تقريبا 25 شركة مطالبات اللي يسمونها TPA. لأن شركات التأمين العادة ما يكون عندها الشبكة الحين التعاقد مع فوق 3000 مقدم خدمة. نعم. طبية. صحيح. ففي شركات مطالبة هاي مستقلة عن شركات التأمين اللي تتعاقد مع هذه المقدمين الخدمات وتكون... من عيادات وصيدليات ومستشفيات وتكون هي حلقة الوصل بين شركات التأمين نفسها وبين يعني المستشفيات أو نعم. الصيدليات. نعم نعم, نعم. وتعمل على أسس وقوانين من عند المؤسسة. نعم. والمنافع لكل منفعة لكل بوليصة لها منافعها. عندنا تقريبا في إمارة دبي فوق 12,000 بوليصة ما شاء الله في التأمين الصحي تبدأ من 550 درهم في السنة وتفوق 50,000 درهم في السنة حسب المنافع. صحيح وأرقام كبيرة كذلك.
جبارة نعم صحيح، يبالها شغل كبير مع المتابعة. صحيح، وسبحان الله أهم شيء في يعني من أهم الأشياء في حياتنا أو تقريبا أهم شيء هي صحة الشخص، يعني والشخص يلقى التأمين المناسب وكذلك التأمين لصحته ولي يعني حتى بالنسبة للي شارك كذلك في دفع مصاريف هذا العلاج، هذا يلعب دور كبير كذلك. صحيح. اليوم لو تستقطبين أي موظف، نعم، لازم ترعينه، لازم توفرين له الحاجات الأساسية من تعليم لعياله والتأمين الصحي وسمم. لأن اليوم الحسبة لو تحسبينها، الموظف هذا يطلع له راتب، إذا مريض ما يقدر ينتج 100%. صحيح. ضاع عليها اليوم بس الراتب مدفوع. صحيح. فلازم توفرين له الأكسس تو هيلث كير، إنه يروح يتعالج بأسرع وقت ويرد. صحيح. صحيح، وهذا له دور كبير كذلك سواء في إنتاج الموظف وكذلك في يعني سعادة الموظف نفسه. أكيد بلا شك. أستاذ صالح، طبعا حابين نتحدث بعد عن حجم سوق الضمان الصحي بدبي، كم وصلنا الحين؟ مثل ما قلت لك، عدد المطالبات اللي مرت على المنظومة 17 مليار درهم في 2019. وفي زيادة إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا اليوم حين قايمين بتحديث الترميزات الطبية اللي يستخدمونها الأطباء والمستشفيات بينهم وبين شركات التأمين للمطالبات. نعم. وهذه الرموز الطبية هاي راح تعطينا يعني تشخيصات وبيانات أدق من قبل. إن شاء الله. ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله فيها. الله يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. كلمه اخيره استاذ صالح الهاشمي لمستمعينا الكرام. التامين، ارجع اقول التامين له يمشي على 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 اسس. التامين موجود للحاجه، اذا استخدمنا التامين بشكل سيء راح هذا دائما ينتج عنا تضخم، نتج عنا تضخم يستوي فيه غلاء معيشة. احنا نبغى منظومة التأمين في دبي تكون متطورة تغطي كل الاحتياجات الصحية للمريض، واهم شيء انه يكون مستدام. اذا ما قنناه، ما مشيناه صح، ما استخدمناه بشكل صحيح، ما راح يكون مستدام. صحيح صحيح. استاذ صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، شكرا لك. شكرا. شكرا لك. مستمعينا، كان هذا اللقاء بخصوص تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي للأعوام 2016 و2017 ميلادي حصد. يانا سؤال من بوبو رعي كذلك، كيف الواحد يعرف أنه بحاجة إلى فيتامين د؟ بداية يعني الفحوصات المخبرية، عندنا تحليل لفيتامين د يكون تحليل دم، فنتأكد أن كم نسبة فيتامين د، إذا هي كانت ناقصة أو تكون طبيعية، أو يعتمد حتى النقصان، في نقصان يكون وايد كبير، يعني النسبة الطبيعية في يعني بعطيكم مثال، في مختبراتنا، مختبرات هيئة صحة دبي 30، في مختبر ثاني يمكن النسب تختلف طبعا، بس في نسبة اللي عندنا احنا 30، في ناس يمكن يكون 8، في ناس يكون 5، في ناس يكون 12 13، يعني تتفاوت النسب. في هذه الحالة إذا كان عند الشخص فرضا نقص، ومعظم الحالات مرات نقص حاد أو نقص متوسط، نبتدي للعلاج بفيتامين دال، ياخذ فترة معينة وهو على فيتامين دال. بداية نبتدي لثلاثة شهور، نرد نتابع بعد ثلاثة شهور، بداية من أول جرعة بيحس الشخص أنه لا أتحسن وخفت الأعراض عنه، يحتاج يستمر فيه يعني نقول شهر إلى 6 أسابيع تقريبا، وبيلاحظ الفرق سواء في آلام الجسم، في ناس تلاحظ حتى على ذاكرتها أن ابتدت يعني تكون على أقوى، في ناس تلاحظ أن بالعكس يعني حتى الجسم يعني التعب، ما بالتعب اللي من ناحية بسرعة يتعب الشخص إذا مارس أي شيء أو أي مجهود بسيط، آلام الجسم كذلك تكون أخف، آلام المفاصل كذلك تكون أخف وأحسن لما يوصل للمستوى الطبيعي. بعد ما يوصل للمستوى الطبيعي نفس ما ذكرت أن بالعكس نكمل على فيتامين دال، الجرعات اليومية الموصى فيها اللي جسمنا يحتاج
احتاجها. في ناس بتقولك أنا أتعرض للشمس، أنا غذائي صحي، أنا إذا كان الشخص متأكد أن خلاص أنا أتعرض للشمس، وأتعرض بمعنى جسمي جلدي يتعرض للشمس، ومس يعني مساحة تكون يعني مقبولة، ما فقط بس إيدي أو بس وجهي ومتغطي كامل، لا يعني هذا الشيء بعد كذلك، ما بأن خلال النافذة لا أو خلال الزجاج لا، تكون أشعة مباشرة هي أشعة الشمس، ما أكون حاطة أي عازل بين يدي وأشعة الشمس، يعني مثل كريمات الشمس ويعني تعيق اتصال الشمس أو أشعة الشمس كذلك من الوصول لطبقات الجلد، ومثل ما نقول اكتيفيشن أو أنها تنشط فيتامين د اللي موجود عندنا في جسمنا. فبالعكس اللي عندهم نقص فيتامين د أنصحهم أن يبتدون يأخذون فيتامين د، بتلاحظون الفرق من تبتدون تأخذونه، بالعكس يعني شيء صحي لجسمنا. في مداخلة ثانية عن طريق الرسالة النصية من بو محمد، يقول أحسن حمية غذائية عرفتها بعد ممارستي لعدة حميات هي اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. صدقت يا بو محمد، لأن سبحان الله الاتزان شيء أساسي في حياتنا والاستمرار فيه كذلك، يعني بتبع الحمية يمكن أشد على نفسي فترة وعقب أرجع يعني لعادتي ما أخذها كنمط حياة، بس هذه من أشياء اللي أنا الواحد خذها كنمط حياة خلاص استمر فيها وفي نفس الوقت ما حرم نفسه من أي شيء. مستمعينا هذه كانت حلقتنا لليوم لبرنامج صحة وسعادة، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت 10:00 PM. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، في الإخراج أيمن سرحيل، يعطيكم العافية وشكرا جزيلا، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة دبي.